ازاي الامريكان النهارده بيتكلموا على ايران اضطربت من امتلاك السلاح النووي طبعا وليس انها بيتكلموا على الحاجات الخاصه بالطرد الواغي، لا النهارده بيتكلموا على امتلاك. صحيح، انا اعتقد انه حتى انا دائما اقول انه استبعد اي ضربه امريكيه عسكريه لايران، لكنه رغم كلام جو بايدن في جو انا استبعد الا اذا كان انه يوجه ضربه عسكريه. انا استبعد اي ضربه دائما كثير يعني مرت خلال السنوات الماضيه دائما هناك رسائل امريكيه بعضها بلغه وبنبره قويه نحو ضربه عسكريه للمنشات النوويه الايرانيه، لكنه لم نرى شيء، وانما ذهبت ايضا الى توقيع اتفاقيات، يعني كلنا نتذكرها جيدا. الان ايران تفاوض على هذا الموضوع وتاخذ الامر بطول صبر، وهي مستمره ايضا في برنامج النووي. يجب ان يتوقف ذلك، وهذا هو الاهم. اذا لم يتوقف فاعتقد هناك مشكله حقيقيه في منطقه الشرق الاوسط، وستسعى بلدان الاقليم الى امتلاك ايضا هذا السلاح النووي، لانه هذا قوه الردع الموجوده اللي بتمتلكها ايران ستمكن البقيه من اللحاق بهذا الركب، وتصبح هذه المنطقه ما اسلحه دمار شامل، ما عندهاش بدائل الا امتلاك سلاح. طبعا سيكون لديها هذا القرار مباشره، وسبق ذكر الامير محمد بن سلمان في احدى مقابلاته الاعلاميه والصحفيه بانه اذا امتلكت ايران اليوم السلاح النووي في المملكه العربيه السعوديه اليوم الاخر ستسعى الى ذلك ولن تنتظر. فهذا هو قرار هذه البلدان. لذلك كيف تريد ان تخلو منطقه الشرق الاوسط من اسلحه الدمار الشامل وايران تجعلها تتمكن من ذلك؟ هذا واحد من الملفات، لكن الملفات كثيره، موضوع الارهاب، موضوع ايضا احنا عندنا مشكله مع امريكا بعد في هي موضوع ايضا علاقتها بالدول العربيه، علاقتها ايضا بتمكين جماعات الاسلام السياسي ايضا في الفوضى والخراب اللي موجود ايضا كذلك في الاقليم، علاقتها ايضا بترك اطلاق يد بعض البلدان البارقه في الاقليم ايضا، وهذا غير مقبول، ويجب ان يكون هناك هذه الرسائل.